بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 73 من الحملة الفرنسية على الجزائر، والتي أكمل فيها إن شاء الله تعالى عرض بعض النصوص التي تثبت انحراف الثورة الجزائرية عن مسارها، ومن ثم سرقة الثورة أو سرقة ثمار الثورة وقطف ثمار الثورة لغير المسلمين والغير الإسلام. يقول الأستاذ دكتور توفيق الشاوي: كان أول نص في المسودة التي أعددتها لإعلان استقلال الجزائر، عهد إليه أن يكتب شيئا في قضية إعلان استقلال الجزائر، أنها جمهورية، كتب أنها جمهورية عربية إسلامية إلى آخره. ناقشت هذا مع أحمد بن بلة ومحمد خيضر واتفقنا والأمر انتهى، لكنني فوجئت، يقول في صباح اليوم التالي، بأحمد بن بلة يلتقي بي ويقول أن هناك اعتراضات على هذه الصيغة، وهم يفضلون أن توصف الجمهورية الجزائرية بأنها ديمقراطية وشعبية، لأن هذا يتفق مع ما اتفقنا عليه في ميثاق طرابلس. قلت له إن وصف الديمقراطيات الشعبية معروف في العالم كله أنه يشير إلى النظم الشيوعية الموالية للاتحاد السوفيتي التي هي جزء لا يتجزأ من الكتلة الاشتراكية أو الشيوعية السوفيتية، فوصف الجزائر بهذا معناه أن نحن ننحاز فعلا إلى كتلة هذه السوفيتية الشيوعية، وهذا يتناقض مع ما ينص عليه بياننا من أننا نلتزم بعدم الانحياز. بدأ عليه شيء من الحرج والتردد وقال: اقترح أن تلتقي بعباس فرحات وتتفاهم معه. حضر عباس فرحات ومعه زميله ومستشاره فرانسيس، أحمد فرانسيس، وآخر لا أذكره، يقول الآن، إلى المكتب السياسي، وجلست معهم وعرضت وجهة نظري وناقشتهم، ولكنهم أصروا على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في ميثاق طرابلس، وأن تكون الجزائر ديمقراطية وشعبية. للأسف الشديد هذا الذي جرى آنذاك. ويقول: اكتشفت الأثر الكبير الذي يقوم به عباس فرحات وجماعته في حراسة الاتجاهات التي يحرص عليها الفرنسيون، وهذا ليس بعجيب، فهو فرنسي قلبا وقالبا. فهم لم يكونوا اشتراكيين في يوم من الأيام، لكنهم يريدون اتخاذ شعارات اشتراكية ستارا لسياسة تهدف إلى طمس الهوية العربية الإسلامية للدولة الجزائرية الناشئة إرضاء لفرنسا. وقلت لأحمد بن بلة: هل نسيت دور هؤلاء عندما كونوا حزب البيان في محاربة الوطنيين والدفاع عن الاندماج باسم الاتحاد الفرنسي والثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية؟ كيف يكون لهم رأي في مصير الجزائر العربية الإسلامية؟ قال: إن الجزائر العربية مسلمة بدون حاجة لنصوص أو بيانات، وهذه مسائل شكلية ووقتية لا تشغل بها نفسك. طبعا يقول: بحثت عن من يرفع صوت الجزائر العربية المسلمة عند مناقشة البيان، بيان الاستقلال، تحدثت مع كثير ممن أعرفهم، وجدتهم مشغولين بأمور أخرى مثل توزيع المناصب الوزارية، لكني وجدت المجاهد العريق عضو المكتب السياسي الذي يمثل البربر فيه، العقيد محمدي سعيد، لما حدثته في الموضوع قال: أنا أؤيدك لكن أتركه لي وسوف أتولاه، لكني لن أتكلم عن الجزائر العربية لأن العروبة قد تثير بعض من يتحدثون باسم البربر ويريدون التفرقة بينه وبين العرب، أما الإسلام فهو الذي يحمينا ويوحدنا ولن يجادل فيه أحد. الله أكبر، هذه نظرة رائعة ومتقدمة جدا. يقول: كنت جالسا في شرفة الزوار، هذا الدكتور الشاوي، في قاعة المجلس الوطني أستمع للمناقشات التي سيثيرهم محمد سعيد في جمعية الوطنية، كان بجانبي أحد الدبلوماسيين الفرنسيين يرصد كل شيء، وكان عباس فرحات يرأس الجلسة وعرض نص البيان بالصيغة التي أرادوها في المكتب السياسي، فطلب محمد سعيد الكلمة وقال: اقترح أن توصف جمهورية الجزائر بأنها الإسلامية، فقاطعه أحد المتفرنسين وقال: إن الجزائر ليست مثل اليمن، ما أدري لماذا مثل باليمن، وسكت الجميع ولم يعقب واحد من الحاضرين للتأييد أو المعارضة. وطبعا انتقل عباس فرحات إلى التصويت وجدول الأعمال كأنه لم يسمع شيئا، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. وطبعا بن بلة قال: أنا شكلي ووقتي، لكن هذا الشكلي ووقتي حدث بعد ذلك بسبب هذه الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الديمقراطية الشعبية، حدث بعد ذلك أن مكن لشركائهم الشيوعيين والاشتراكيين الفرنسيين والجزائريين في البلد، واستبعدوا الطابع العربي والإسلامي من الجزائر ومن الدستور والقوانين والمؤسسات الإدارية والثقافية عن طريق ضغوط متوالية، وعارضوا جعل الإسلام أساسا للجنسية كما اقترح الدكتور الشاوي في مشروع قانون الجنسية،
وأضافوا لذلك سيطرتهم على الجامعة وإخراج دعاة التعريب وأنصار الثقافة الإسلامية من الجامعة، كما فعلوا مع صديقنا، هو يقول الدكتور الشاوي، مع صديقنا الدكتور الهاشمي التجاني، وكما فعلوا معي شخصيا بمنعي من التعيين أستاذا بالجامعة فيما بعد. ثم تلا ذلك منع تعريب مؤسسات التعليم ومؤسسات الدولة كلها وجهازها الإداري، واستمر ذلك كله في عهد حكومة بن بلة حتى جاء أبو مدين فبدأ بسياسة التعريب لكن بدون اتجاه للثقافة الإسلامية، طبعا اتجاه للثقافة اللينية الماركسية كما هو معلوم. ويعني كلام طويل وطويل جدا، أكتفي منه بهذا الآن. لما استقلت الجزائر اندس وسط الزحام وقطفوا الثمرة لأنفسهم تماما كما حدث في مصر عقب قيام الثورة الفرنسية المصرية في مصر، وأشعلوا الخلافات في الجزائر بين صفوف الثوار وكادت تتحول لحرب أهلية ضروس. نعم. وكان ابن بلة على رأي أحد الباحثين مهووسا بشيء اسمه جمال عبد الناصر، لدرجة أن فتح الديب مندوب المخابرات المصرية في الجزائر، يعني سفير لكن سفير كان مندوب طبعا مخابرات، وكان أصبح فتح الديب هو الحاكم الفعلي في عهد الرئيس بن بلة أيام بن بلة، الأمر الذي أثار حفيظة هواري بومدين وزير الدفاع الجزائري والعديد من مفجري الثورة الجزائرية. ودخل أحمد بن بلة في صراع مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ودخل في صراع آخر مع رفاق دربه بالأمس، حيث شعر العديد من مفجري الثورة الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهم وأن الإسلام قد نحي عن الجزائر. نعم، هذا الذي حدث بالضبط للأسف الشديد. وأعيد قول مصالي الحاج رحمه الله عندما قال هناك خيانة كبيرة للتاريخ الجزائري، هناك سرقة لما قام به الشعب. يقول أنا لا أتكلم عن نفسي بل أتكلم عن جميع المناظرين باسم الحق، لأن الكذب أصبح كثيرا ولكن التاريخ سوف يخرج ولو دفنوه تحت الأرض. والعجيب يعني أنهم تنكروا لجل المسلمين الأفارقة الذين شاركوا في محنتهم ونضالهم. وفي عام يعني يقول عندما اندلعت الثورة الجزائرية عام 1956 عمد أهل كيدال إلى التطوع للقتال مع الجزائر، بينما مول أهل تمبكتو، يعني قضى في مالي، هذه جمهورية مالي الآن، الثورة ماديا عبر جمع تبرعات ومنح زكاة أموالهم لتمويل الجهاد ضد الكفار الفرنسيين، حتى تبرعت نساء الطوارق بحليهن للثوار الجزائريين. وكان عبد العزيز بوتفليقة نفسه يستقبل في منكا وكيدال استقبال الأبطال بالزغاريد وهو شاب صغير. نعم. ومع اشتداد الحرب بين فرنسا والمقاومة الجزائرية وكثرة الخونة من الحركيين الجزائريين، كانت الطوارق هم محل ثقة الثوار الجزائريين، وبهم عوضت الجزائر خيانة الحركيين. ويعني هذا طبعا كله يدل على كيف أن المسلمين ساندوا الثورة في الجزائر. وأفتى علماء الطوارق بأن ألمانيا وفرنسا كلاهما كافر، لا مصلحة المسلمين في الصحراء الكبرى أن ينتصر أي منهم. يعني هذا يدل على أن كيف الثورة كانت في بداية إسلامية وسعدت إسلاميا ثم تنكر لذلك كله. لذلك الشيخ عبد اللطيف سلطاني رفع عقيرته عالية في وجه النظام الاشتراكي خلال كتاب ألفه سماه المزدكية أصل الاشتراكية، فكان مصير الإقامة جبرية. والبشير إبراهيم نفسه عالم الجزائر الكبير بل أوحد آنذاك، جراء مواقفه النقدية الساخطة على النظام أمر بأن يكون في إقامة جبرية، وتوفي مقهورا سنة 1385-1365. وكان أيضا موقفه من الشهيد سيد قطب وإعدامه لم يرق للجزائريين آنذاك نظام بن بلة. وطبعا الكلام كلام طويل وكثير في هذه القضية. وهنا يعني في الحقيقة بعض أيضا الأبحاث التي تبين كيف سرقت الثورة، أنا الحقيقة سآتي على بعضها لكثرته لكن ما يمكن أن آتي به كله. اصطدمت الثورة وقادتها بكل شيء بعد الاستقلال، فانتقلوا من إسلامية الثورة الجهاد إلى تروتسكية وأممية نظام بن بلة،
إلى لينينية وستالينية، نظام بومدين إلى آخر ما قال الباحث. واصطدموا بكل شيء، اصطدموا مع بعضهم إلى درجة التصفيات والاغتيالات. ومن أهم من اغتيل آنذاك كريم بلقاسم رحمه الله، الذي كان مواقف رائعة ضد النزعات البربرية الانفصالية، ضد عبار رمضان الذي سلخ التوجه الإسلامي العربي في مؤتمر الصومام. المهم قتل في ألمانيا رحمة الله عليه كريم بلقاسم. محمد بشير إبراهيمي وجميع علماء المسلمين حجمت وخيرت بين البقاء في المساجد أو التحاق بسلك التربية والتعليم، قاطعة الطريق على الجمعية في التفكير في الانضمام إلى الائتلاف السلطة أو حتى إلى صفوف المعارضة. هنا بشير إبراهيمي في مناقشة ميثاق الجزائر الذي كان اشتراكيا في 1964 أصدر البيان التاريخي الذي وجهه لقيادة الثورة وطلب منهم أن يعودوا إلى إسلامهم ودينهم، فما كان من قيادة الثورة إلا انفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله إلى أن توفي مقهورا يوم 23 مايو 1965 سنة 1385. وأيضا كممت الحريات العامة، أخضعت سائر المؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية والإدارية والإعلامية والدينية لترديد صوت الثورة ونشيد الثوار. و حتى أن المجاهد الجريدة الرسمية كانت تصدر كل يوم باللغة الفرنسية، وفي هذا إساءة للفظ المجاهد، وكان ينبغي أن تصدر بالعربية بالطبع. وطبعا بدأ بن بلة بالتعريب، لكن لم يتجه إلى اتجاه الإسلامي، بل حارب جمعية العلماء وجمعية القيم، وكان له مواقف سيئة من الإسلام في الجملة. ودخلت الثورة في معركة التأميم ومشروعات فاشلة كثيرة زراعية وصناعية أدت بها طبعا إلى إفلاس بعد ذلك، وإفلاس كبير على غنى الجزائر الكبير أيضا. وكان هناك في أيام بن بلة نوع من التوجه نحو الإسلام، لكنه كان موازنة محضة. وكان الدكتور أحمد طالب إبراهيمي ونجل الشيخ البشير وزير التربية، أحمد توفيق المدني مولود قاسم كان أيضا وزير الشؤون الدينية، عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية، أحمد توفيق مدني وزير الشؤون الدينية، يعني توالوا عليها، كانوا وزراء للشؤون الدينية والثقافة. تبني الرسمي لملتقى الفكر الإسلامي منذ سنة 1968 كان يربط الجزائر شكليا بالانتماء الحضاري العربي الإسلامي، لكن في الحقيقة كان يدور غير ذلك. سياسات فوضوية كانت كبيرة جدا ذهبت بالتوجه الإسلامي للثورة، ذهبت به أدراج الرياح للأسف الشديد، وهذا يحز في قلوبنا جدا، فإن شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، لا شك في ذلك ولا ريب عندنا. لكن هذا الذي جرى، دخلت عناصر من الاتجاهات الاشتراكية واليسارية والشيوعية إلى حزب الشعب، ومن ثم إلى جبهة التحرير وجيش التحرير، واستطاعت أن تنحرف بالثورة عن مسارها الإسلامي للأسف الشديد. نعم، وندم كثير من الناس بعد ذلك، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن أودعوا سجون أو هلكوا أو قتلوا أو ماتوا، سمي ما شئت. تركيبة مجلس الثورة الذي كونه الرئيس بومدين متكون من 34 عضوا عسكريا، كان له أثر في التغرب والبعد عن الإسلام والتحويل عن المسار الحضاري. وطبعا هذه كثيرة. حتى فتح الديب نفسه الذي تولى كبر المهمة التي أدت بتحويل ثورة الجزائر إلى مسار اشتراكي. وطبعا هناك كتب أذكرها لمن شاء من الإخوة والأخوات، دكتور نبيل البلاسي في كتاب الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر يشير إلى بعض الانحرافات أيضا، ومؤكدا على أهمية البعد الحضاري العربي الإسلامي في انطلاق ونجاح الثورة الجزائرية. العربي الزبيري في كتاب الثورة الجزائرية في عامها الأول الذي طبع في عهد شاذلي بن جديد، وهو كان رئيس اتحاد الكتاب والمؤرخين الجزائريين في الثمانينات. طيب، وأيضا دكتور عثمان سعدي سفير الجزائر في العراق وسوريا في كتاب القيم عروبة الجزائر عبر التاريخ، وما كتبه الأستاذ محمد الميلي سفير الجزائر في الجامعة العربية وغيره من قادة الثورة الميدانيين.
واغتيل من اغتيل وقتل من قتل بعد ذلك ممن كان يعارض هذا الاتجاه، أو أبعد من أبعد أيضا ممن كان يعارض هذا الاتجاه. وصارت الجزائر بعد الاستقلال تقدم خدمات مجانية للاشتراكية العالمية وللشيوعية العالمية، وهذا هذا ثابت في اتجاهات الثورة الجزائرية بعد الاستقلال في إفريقيا وفي غير إفريقيا. هذا كله طبعا يا أخواننا يبين كيف سرقت الثورة. وسرقت الثورة هذه قصة مؤلمة ومؤسفة. سرقت الجهاد، سرق الجهاد في هذا العصر في الجزائر وقطفت الثمرة لغير أهلها. سرق الجهاد في أفغانستان بعد جهاد طويل ضد المستخرب الروسي والاتحاد السوفيتي الذي نشأ عنه طبعا هلاك الاتحاد السوفيتي فيما بعد وسقوطه ودخول المجاهدين كابول، فاختلفوا فيما بينهم وسرق ثمرة الجهاد إلى متأمريكين اليوم سائرين في مسار أمريكا. سرقت ثمرة الجهاد في العراق، الجهاد الطويل الذي جرى ليس من الآن بل أخرج منذ زمن طويل في العراق، هنالك اتجاه إسلامي عمل طويلا وجاهد طويلا وبذل كثيرا. سرق هذا الاتجاه الإسلامي وذهب اليوم إلى أعوان الصليبية في العراق. سرق الجهاد في اليمن بعد الثورة وتحول إلى السلال وجماعات الذين كانوا أدوات يستعملها النظام الناصري في اليمن، وجرى ما جرى على اليمن، وأبعد الإسلام في البدايات عن الثورة اليمنية والجهاد اليمني الذي لم يكن اليمنيون يرضون بغير الإسلام بدين إطلاق لكن غير ذلك. وتدارك ذلك الإخوة في اليمن ولله الحمد، ووضعوا الميثاق بعد ذلك الذي استند إلى الإسلام نصا وروحا. سرقت الثورة، سرق الجهاد في أماكن كثيرة من العالم العربي والإسلامي. سرق الجهاد في أندونيسيا بعد أن كادت الشيوعية تسيطر على أندونيسيا واتجه بعد ذلك إلى اتجاهات أخرى في أماكن كثيرة جدا. ماذا أقول عن سرقة ثمرة الجهاد؟ طيب ما هو مطلوب بعد ذلك؟ المطلوب بعد هذا السرد الطويل والأحداث الطويلة أن أقول لإخواننا في الجزائر أنه لابد من العودة إلى الإسلام بوضوح وقوة، ولابد من التمسك بالإسلام لأنه هو السبيل الوحيد اليوم من أجل إبقاء الجزائر متماسكة وقوية. هو الإسلام هو الطريق الوحيد أمام إخواننا في الجزائر اليوم من أجل تفادي هذه النزعات البربرية التي يقوم بها أناس من البربر مشبوهون يخالفون الاتجاه العام للبربر الذي متمسك بالإسلام دينا ومتمسك بالعروبة التي هي طبعا تتكئ على الإسلام ولغة القرآن والذي متمسك بالسلوك والأخلاق الإسلامية. هناك شرذمة من البربر اليوم خطيرة مشبوهة تريد إحداث فتنة في الجزائر، ولا يمكن تلافي هذه الفتنة إطلاقا إلا بالإسلام ورجوع الإسلام والاتكاء على الإسلام. هنالك أيضا أمر مهم وخطير جدا، كيف نستطيع أن نتلافى خداع الفرانكفونيين الأعداء الثقافة الإسلامية والعربية في الجزائر الذين ينادون بالفرنسة ويتكلمون بالفرنسية فيما بينهم وجرائدهم بالفرنسية مجلاتهم بالفرنسية ثقافتهم فرنسية. كيف نصنع مع هؤلاء؟ إنه الإسلام القادر الوحيد على تحجيم هؤلاء وتقزيمهم في أقماع السمسم حتى يكفوا عن هذيانهم ويكفوا عن غلوائهم. ما عندنا طريق إلا الإسلام إطلاقا. الإسلام هو طريق العزة الوحيد، وهو الطريق المنفرد في نهضة الجزائر اليوم وإعادتها إلى إسلامها ودينها من جديد وبقوة. الإسلام هو خيار الشعب الجزائري، فإذا أرادت الحكومة أن تصطلح مع الشعب فلتتبنى الإسلام قلبا وقالبا نصا وروحا دستورا وقانونا وأنظمة سلوكا خلقا يوضع في الشعب ويحث عليه. اليوم تطبيق الشريعة الإسلامية المناداة بالإسلام بوضوح هي الضامن الوحيد لإخواننا في الجزائر حتى يخرجوا من النفق المظلم، نفق العنف، نفق القتال الذي استمر طويلا الآن. إنه الإسلام العظيم، الإسلام هو الكفيل بكل ذلك. فليعي إخواننا في الجزائر ذلك قبل فوات الأوان،
ولينتبهوا لهذه القضية الخطيرة قبل أن نقول ولا تحين مناص. الدولة الجزائرية مساحة هي ثالث مساحة في العالم الإسلامي، ويخشى عليها التمزق بسبب هذه الاتجاهات الخطيرة من داخلها، اتجاه الفرنكفوني، اتجاه البربري، الله أعلم بماذا تأتي به الأيام القادمة من اتجاهات أيضا أخرى أعين الاستخراب العالمي عليها. فرنسا لم تنس يوما أن الجزائر كانت درة تاجها وكانت أعظم مستخرباتها، لم تنس ذلك يوما فرنسا حتى لو خرجت. جاك سوستيل أصدر كتابا قال فيه بوضوح، عنوان كتاب يوضح ما أريد، الصفحة لم تطوى بعد استقلال الجزائر. جاك سوستيل هو الحاكم العام الفرنسي في الجزائر، وحكم الجزائر كلها في وقت عصيب أو وقت الثورة، أصدر كتابا بعد الثورة سماه الصفحة لم تطوى بعد. ونقول نعم يا جاك سوستيل الصفحة لم تطوى بعد، ولكن هذا ليس في مصلحتكم، وإنما الصفحة ستطوى لكن على إسلام وإيمان إن شاء الله تعالى. نحن نخاف على الجزائر، شعب الجزائر مسلم للعروبة ينتسب، نحن نحب شعب الجزائر، وعندما نقول هذا نقول من منطلق محبتنا الجليلة الكبيرة لشعب الجزائر وتقديرنا لجهاده الطويل العظيم. وهذا عندما نقول ذلك إنما هذا هو باعثنا، ليس لنا باعث غيره، التخوف على مستقبل الجزائر، التخوف على شعب الجزائر، التخوف على التركة الرائعة، تركة الجهاد الطويل في الجزائر، التخوف على اتجاه الإسلامي في الجزائر. نحن نريد الإسلام وليس غير الإسلام في الجزائر، لا نريد إسلام الذي يسمونه الإسلام العنف وإسلام لا ما نريد هذا، ولا نريد إسلام فرنسا، ولا نريد الإسلام الأمريكاني، إنما نريد الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة وفقها وتراثا لأئمة الإسلام كما فهمه السلف الصالح، نريد أن يطبق في الجزائر. وأنا ضامن وكافل إن شاء الله تعالى، ليس أنا فقط بل كل المسلمين علماء ومثقفين ونخبا يضمنون أنه إن طبق هذا الإسلام العظيم في الجزائر فإن الجزائر سترقى سريعا إلى مدارج العز والسيادة والتمكين. لها كل مقومات السيادة والتمكين، شعب يصل إلى قرابة 35 مليون نسمة، فعدد رائع، مساحة هائلة، ثروات ضخمة كبيرة، نفط وغاز، وأهمية رائعة جليلة جدا للموقع استراتيجي للجزائر، موقع ضخم في قارة إفريقيا، موقع ضخم في العالم الإسلامي، تراث جليل من الجهاد الطويل والعمل المتواصل للإسلام، عقول جيدة ومفكرة في الجزائر، بذور صناعية ابتدأت تظهر في الجزائر وإنتاجية وتقنية. هذا كله على ما يدل على أن هنالك إمكانيات كبيرة لإخواننا في الجزائر للتقدم نحو العز والسيادة والتمكين، للتقدم نحو أن يكونوا دولة كبيرة إن شاء الله تعالى في إفريقيا وفي العالم العربي والإسلامي، لو أخلصوا لدينهم وإسلامهم وطبقوا شرع الله تبارك وتعالى. هذه أمنياتنا لإخواننا الجزائريين. أيها الإخوة والأخوات، بقي لنا حلقة واحدة سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى، سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن قضية جرائم فرنسا وماذا نستطيع أن نعمل بها، ماذا يستطيع شعب الجزائر يصنع أمام جرائم فرنسا وعدم اعتذار فرنسا. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.